إذا اليوم غنهضروا على اللوبيا اليابسة. اللوبيا اليابسة صحية ونقدروا نقولوا بأن هذا الوقت ديالها حتى تعطينا الطاقة بزاف، ولكن نقدروا ناخذوها دائما. اللوبيا اليابسة صحية، فيها البروتينات، فيها حتى 10 غرام في 100 غرام ديال اللوبيا يابسة. اللوبيا يابسة فيها كذلك السكريات البطيئة، فيها الألياف، فيها حتى 5 ديال الغرامات في 100 غرام، وفيها كذلك ما فيهاش طاقة بزاف. واخا الناس يقولوا فيها الطاقة، عندنا 130 كيلو كالوري في 100 غرام ديال اللوبيا طيبة. فيها الفيتامين، ألوغ فيها لا فيتامين سي عفوا، بي 1 بي 3 بي 6، وفيها المعادن، فيها الكالسيوم، فيها المغنيسيوم، فيها المنغنيز، فيها لوزانك، فيها الحديد، وفيها البوتاسيوم. إذا صحيه. الوغ الناس تيقولوا لي اللوبيا تتنفخنا وتضرنا. الناس اللي عندهم مشكل ديال الامعاء شنو خصهم يديروا؟ اولا ما خصناش نكثروا منها اللوبيا يابسة. القياس اللي نقولوا اون غاسيون ولا اون بورسيون، عندنا ما بين 2 معلقات حتى 3 معلقات ديال اللوبيا خضراء ويابسه الواحد. وملي تنفزقوها، ها انتم شفتوا هذه نفس القياس، تنفزقوها تتكثر. دونك هاد الجبيبنه خص ياكلوا فيها 5 ديال الناس تقريبا، ودائما نطيبوا معها. الوغ اللوبيا هي حبوب، نقدروا نطيبوا معها القطاني باش تجيبوا لنا داك لي زاسيد اميني، ما تيجيبوش كلهم ولكن كميه كثيره. الوغ اللوبيا يابسه اولا نبيتوها الليله كلها في الماء بارد، بغينا نديروا الملحه ولا ما نديروش هذاك ما كاين مشكل، ونصفيوها ونسلقوها واحد 10 دقائق في الماء سخون، ونطفيوها ونصفيوها، عاد نقدروا نصبوها، ولكن خصنا نملحوها في اخر ساعه باش ما تتحلش، باش داك لابو ديالها تتبقى قابطه وما تتعجنش. اذا وطيب بشويه بشويه بشويه. اللوبيا يابسه صحيه الناس اللي تيمارسوا الرياضه، حتى الناس اللي عندهم مرض سكري دو تيب 2 لو ديابيت، الناس اللي خصهم يجتنبوها هما الناس كثرتو اللي ما خصهمش يكثروا من البوتاسيوم، بحال الناس اللي عندهم لي زانسوفيزونس رينال كرونيك، اللي عندهم المرض ديال الكلوي، وهي تنقولوا بان تجي من البروتينات النباتيه. دونك كاينه الانواع. دونك هذه يابسه خصها تقريبا ملي تنخليوها في الماء ونسلقوها نسلقها، خصها تقريبا ساعه باش تطيب. وكاين دابا تنجبروا في السوق هاد اللوبيا تنسميوها لي كوكوس، هادي ما يابسه ما خضراء، دونك هادي بلا ما تنفزقوها، وخصها تقريبا 20 حتى 30 دقيقه باش تنطيبوها. دونك نقدروا ناكلوها غير هكذاك بحال الشلاطه، ولا نقدروا نطحنوها، نقدروا ناكلوها مع الخضر. وغادي نعطيكم بعض الوصفات ان شاء الله غادي تعجبكم وصحيين. الحاجه الاولى شنو هي؟ تنقبطوا اللوبيا، تنسلقوها وتنصفيوها وتنطحنوها، تنطحنوها بالميكسور ولا تنطحنوها بالطحانه ديالنا، وتنخلطوا معها، تنقدروا نخلطوا معها شحال من حاجه، وتتصلح تتصبر تتصلح كومونطخي، ولا في العشيه ملي تيجينا الجوع تنعملوا خبيز هكذا وتندهنهم. الوغ الوصفه الاولى ها هي. الوغ هاد اللوبيا كلها مطحونه، وتندير فيها شويه الحامض، شويه ديال الثومه، وشويه الملحه الا ما سلقناش بالملحه، وتنقصبها، وكل حاجه تنزيد فيها شي حاجه. هادي زدت فيها شويه ديال الحمص مسلوق، ودرت فيها الطحينه، يعني الجنجلان مطحون ها هي، وتندير فوق منها شويه ديال زيت العود. دونك تناخذ بخبيز هكذا ولا بخبيز، تتكون لذيذه وصحيه. الوصفه الثانيه شنو درت؟ هادي خديت فيها لي شامبينيون، طحنت لي شامبينيون بوحدهم، درت شويه ديال عندنا شويه ديال اللوز ولا لي نوازيت ولا الكاجو، تنطحنو معاها وتنطحنو معها مع داك اللوبيا، وتتجينا هكذا وصفه راه كحله بلي شامبينيون. دونك فيها هادي لي شامبينيون حتى هي. الوغ لو شامبينيون اللي فيه مزيان هي سي ان ليغوم، ولكن فيه البروتينات هو نباتيه. والوصفه الثالثه صحيه حتى هي، ونقدروا نديروها في هذا الموسم حيت كاين البرد، لا فيتامين سي. دونك تناخذ مطيشه وشويه ديال القزبر، تنطحنهم وتنديرهم فوق مع داك اللوبيا، تنخلطهم دائما شويه ديال زيت العود. الوغ لاحظتوا دائما تندير زريرات زرع بوغ لي زوميغا 3 وصحيين. دونك هادي تقدروا ناخذوهم كا اونتري ولا ان غوتي على شله. الوغ خضره شلاده ها هي اللوبيا، دونك مسلوقه، دونك الانواع بجوج اللوبيا لي كوكوس واللوبيا يابسه، ودرت معاها شويه ديال القطاني، شويه ديال لي بات كومبليت. علاش؟ باش تجيب لنا داك لاسوسياسيون ديال نعاودها لي ليغومينوز ولي فيكولون، تيعطيونا لي زاسيد امينات تقريبا اللي دات محتاجو، ماشي كلهم، واحد 6 ما كاينينش، ولكن ما بين داك 20 تنجبروا واحد الكميه كبيره. وباش تنزيدوا معها دائما خص الخضر، دونك شويه ديال ماتيشا، درت شويه ديال اللوبيا خضراء ها هي يابس ديال خضر، لي زيبينار خضر، شويه ديال لا سالاد ها هي، اون سالاد كومبليت. حتى الناس اللي عندهم مرض سكري
دو ديابيت دو تيب 2 يقدروا ياكلوها، زويتا شويه الحامض الخل والابزار. دونك هادو لي زونطري لي بلا برينسيبو. الوغ دائما علاش تتضرنا اللوبيا وتتنفخنا؟ حيت تنكثروا منها وتناكلوا بالزربه وما تنطيبوهاش بزاف بشويه علينا. دونك هاد الوصفه باش مصوبه درتها بالكوري بالخرقوم، ودرتها كذلك بالحليب ديال الكوكو. قلت لكم كيف تنوجدوا الحليب الكوكو، ما فيهاش نهائيا الزيت، فيها شويه القزبر شويه البصله، ها هي طيبه ولكن طيبه بشويه. هاد لاصوص اللي تتشوفوا سي لاميدون ديالها باش طابت. نقدروا ناخذوها غير هكذا مع شويه ديال الرز ونزيدوا مع الخضر، متى نبغي نزيدوا الالياف الخضر. حاجه الاولى الدراري الصغار حتى يديروا عام ونص عاد نقدروا نعطيوها لهم، حيت واخا هكذاك ما تتهضمش بزاف، واخا صحيه ما تتهضمش بزاف. دونك هذه رافقتها مع شويه ديال القرعه حمراء طيبه في الفران، شويه ديال شرائين ديال الدجاج او الدجاج في الفران. وريتكم كيف نديروا هاد لي غولو. علاش وريت هاد جوج الانواع؟ هادو نقدروا ناكلهم سخان ومع هاد الطريف ديال الدجاج هكذا نقدروا ناكلوها بارده. وصفه اخرى غادي انا تتعجبنا والناس كلهم اللي تنوجدها لهم تتعجبهم، باش مصوبه بالعشوب ديال الصحراء ديال الصحراوه. باش تيديروا هذا العشوب؟ تيقبطوا البصله تيبسوها في الشمس، تيقبطوا الثومه تيبسوها، تيقبطوا القزبر تيبسوه، الفلفله حمراء الفلفله الحرة، هادشي كله هاد العشوب كلهم تيبسوهم. بعض المرات تيديروا شويه ديال السكينجبير او بلاش، وتيديروا شويه ديال لي زيرب اللي عندهم حتى تيبسوهم ويدقوهم. دونك هادي سخونه مزيانه صحيه ولذيذه. هادي طيبتها معلقه ديال الزيت وشتو ما فيهاش نهائيا لا فيتامين سي، اذا زدت فيها شويه ديال الخضر الخضره وتعجبكم. الوغ هادو كلهم رافقوهم مع شويه ديال اما شويه ديال اللحم او شويه ديال الرز، تجي وجبه كامله. حاجه اخرى، الناس اللي ما تياكلوش البروتينات الحيوانيه يعني لي بروتين انيمال، اش تنقدروا؟ تناخذوا اللوبيا تنطحنوها مع شويه ديال البطاطا باش تتجمع، تندير التوابل اللي بغيت، القزبر المعدنوس اللي بغيت، وتندير كويرات بحال الكفته، وتندير ان بلات يمشي في الفران تنعمل فيه صوص طوماط وتنخليه يطيب واحد 20 دقيقه، ها هي تجي كويرات. الوغ الا دقتوها غادي يصحابكم كويرات الكفته، ها هي. دونك ولكن سي دي بروتيين فيجيتال وتجي حتى هي لذيذه، وحتى هاد الوصفه تتكل بارده. Alors, le coup de cœur, il y a un petit coup de cœur, il y a une soupe très calorique, il y a une soupe très calorique, il y a une soupe très calorique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait la soupe? J'ai fait le loubien, j'ai fait la taïba, j'ai fait des cocos, j'ai fait le macaroni, donc le houboub ou le qatani, j'ai fait les champignons, j'ai fait le matécha, j'ai fait les épinards, j'ai fait le choudar, j'ai fait le taïbta, هكذاك ما فيها لا ماء لا والو، عفوا ما فيها لا زيت لا حتى حاجه، ما فيها التوابل نهائيا، شويه د الملحه ها هي. دونك تجي اون سوب، درت فيها بيان سيغ الجزر مقطع، لي كاروت مقطعين طريفات صغار، طابت واحد 20 دقيقه، ها هي تتشبعنا وتجي. الوغ فيها لي زيبينار خضر تتطيب الغليه الاخرى، عاد تلوح شويه د لي زيبينار باش يبقاو خضر او تنطيبوهم معاها. دونك هاد لا سوب صحيه، كل شيء يقدر ياخذها، حتى الناس اللي عندهم حرقه المعده يقدروا ياخذوها وتتشبعنا. يعني هاد الشبيبنا هكذا ديال ربعه الناس وتجيب لنا تقريبا واحد 200 كيلو كالوري ديال الطاقه في زليفه واحده. دونك تنتمنى بان هاد الوصفات عجبتكم، وتنقول لكم الصحه والراحه الى الاسبوع المقبل ان شاء الله.